السلام عليكم. اليوم جيت نقدم لكم واحد الوصفه فعلا تركه، وصفه ديال الحوت. عندنا هنايا تقريبا 2 كيلو، كيلو ديال الحوت نقي معدل. الحوت كيبقى حسب الذوق ديال واحد، شنو باغي، شنو نوع ديال الحوت اللي بغيتو. عندي هنا كيلو، عندي واحد بطاطا حلوه كبيره، عندي 2 فلفلات، حده حمراء حده خضراء، وجوج ماطيشات توستين، واحدة كبيرة واحدة صغيرة، بصلة، ثومة، قزبر ومعجنوس. عندي الزبيب اللي تزين، القامة عندي الفلة الحمراء، عندي 2 أوراق ديال سيدنا موسى، عندي مليحة مغرفة صغيرة، نص ملعقة ديال حبوب قزبر حبوب، ونص ملعقة صغيرة ديال الكمون. هادي اللي غادي نعمل بها التشرميله. غادي نخلط هاد التوابل والثومه والقزبر والمعدنوس، وغادي نوليو نرجعو نتشرملو الحوت ديالنا. انا ملي خلطت هاد التوابل انا كامله، غنضيف عليهم الزيت. الزيت كتبقى حسب الرغبه ديال الواحد شحال. هنا تقريبا انا 2 مغارف كبارين ديال الزيت الزيتون. وصافي، وغادي نتشرملو، وغادي نفتحو شويه الحوت هكا باش نفلحوه، باش ديك التشرموله كتدخل فيه مزيان. هكدا هكدا باش نخليها هواد. هاحنا نخليو هاد التشرموله ملي غنشرملو الحوت، نخليوه عقل شي ساعة. كل ما بقات تشرمولة في الحوت وإلا كتدخل فيه هديك تشرمولة كيولي بنين. نجيبو اخرى حتى هي تشرملوها، هنا ندخلو، نحاولو ندخلو التشرموله هذيك فليحات اللي فلحناهم، ندخلوها حتى من داخل. صافي خليها هنايا، هاهي خليها ترقد شي شويه واحد الساعة. الا ما كناش مزروبين شي مشكل، شحال ما بقات كترقد راه مزيانه. دابا ندوزو طاجين، نحطو فيه البصلة وماطيشة وبطاطا الحلوة. بعد ما قطعنا الخضرة ديالنا أيضا شرائح، غادي نجيبو في الطاجين، غنستفو فيه البصلة بشكل عشوائي وصافي. هدا هدا هدا، ونجيبو البطاطا الحلوة، نصفوها في الطاجين ديالنا هكدا. صافا، غنخلي شوية فلة حمراء من الفوق هكدا، غادي نعمل شوية بصلة شوية الماطيشة، نزيدو الفلفلة مع النار. هدا ونعمل واحد الجمرق سيدنا موسى في الجهة ديالها هدا. صافا،
الحوت هذا غنعملو فوق الحوت. تمام، نستو الحوت ديالنا بعدنا تشرمولة دخلت في التشرمولة مزيان. انا حيد لي الراس لحقاش طاجين صغير ما كيجينيش فيه، ملي كيعجبو الراس يخليه، ما كيعجبنيش توحد ملي كياكلو. صافي هيدا نزيدو ليه الفكرة ديالنا مرفوق من الفوق. وغادي نزيد الشرمولة شوية الشرمولة هنايا عندي على الجناب. ها هو الطاجين ديالنا، دابا غادي نعمل عليه الزبيب بعد ما غسلتو. غسلتو صافي، يعني ماشي رقدتو في الماء ولا شي حاجه. كتبقى كميه الزبيب حسب الواحد اللي كيعجبو الزبيب بزاف، يعني مكثر، اللي ما كيعجبوش ما نعملوش كاع بالمره. غير كيعجبني الزبيب كشي غنعمل هذا الزبيب هيدا، ما نعملو لا ماء لا حتى حاجه. غنزيد له شويه الزيت صافي، ونردو يطيب من بعد نتلقاو في النتيجة ديالنا شنو عملنا. صافي عندي الطاجين ديالنا العافية، مازال بوطا على درجة متوسطة ونشعلو ليه. هدا لي معنملو لا ما لا والو، هديك البصلة وديك مطيشة الفلفلة هي لي غطلق الما ديالها. شوفوا الطاجين ديالنا، تبارك الله ما شاء الله. شتي شحال ديال المرقه، دابا راه شربت المرقه ديالها. هنا القالي والو نحيدو عليه ونزيدو. الطاجين ديالنا وجد، نتمنى يعجبكم. صحة وراحة، مع السلامة.